ونحن واثقون بأنكم مع برنامج حكيم ستختبرون فوائده وتأثيراته العديدة، سواء كنتم من العاملين في الإدارة الطبية أو الكوادر الطبية أو المواطنين متلقي الخدمة. أهلا، أنا عندي موعد اليوم عيادة. رقم تليفون لو سمحتي. إلك موعد عيادة اليوم. دكتورة مها الخطيب عيادات الأطفال. هلأ هيك خلاص اسمك صار جاهز عند الدكتورة على العيادة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيفك؟ أهلا، كيفك؟ شو أخبارك؟ إحنا اليوم بسنا نخلص الأول نقطة وقرارتك ووزنك على أساس قبل ما الدكتورة تبلش. أوكي، معاملتك. أوكي، باي. أهلين 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 أهلين، تفضلي. شو الاسم؟ من إيش بتشكي عفوا؟ بحس حالي بعرق كتير وعصبية. عصبية؟ عصبية كتير. والفترة الأخيرة نزل وزني. قديش تقريبا نزل وزنك؟ 4 كيلو. خلال قديش؟ خلال 3 أشهر. تفضل هلأ نفحصك، فحص لي. طب افتحت امك اشوف. سلامتك. شكرا. تفضل نكمل. بدنا نفحصك فحص مخبري وفحص على امواج الفوق صوتيه. أوكي. اذا كان عندك زياده افراز في الغدد الدرقيه كمان بصاحبها شغلات ثانيه، قوه الدم، شغلات الكوليسترول، هذا كله لازم نشيك عليه. بعثتني الدكتورة مها الخطيب، عندي تحليل دم. اوكي، باسم مين؟ ديار. أهلين سيدي، يلا أهلين. أهلين، كيفك؟ الحمد لله على السلامة. بسلمك. شو عملت الفحوصات ورحت على الأشعة؟ عملت الفحوصات والأشعة، قالوا لي بكون هون موجود. هلا طلع عندك مزبوط، في عندك زيادة بإفراز الغدة الدرقية. بالفحص الأشعة في عندك تضخم شوية بالغدة الدرقية. من المشيك على علاج عشان الغدة الدرقية، بتراجعينا بعد شهر، بتروحي على الصيدلية بتقولي لهم أنا اسمي ديالا، بيعطوك علاجك اللي سجلته أنا هون. ديالا شباك واحد. مرحبا، كيفك؟ عطتني الدكتورة مها الخطيب موعد بعد شهر. أي يوم؟ أوكي، شكراً لك.